عاش في عائلة فيها خمسة صغار وبو بركة يخدم دونك تنجموا تتخيلوا الوضعية. قريت كما قلت ما قريتش عند مندب، يعني قريت عند مندب حفظت القرآن وغنيت الأغنيات درا كيفاش ومن بعديك دخلت للليسي للمكتب كنت قرا كنت جيب 18 معدل كما جماعة البيلوت ليه كلاشيت توا كلاشيت كلاشيت هكا خير باش دونك ليه ومن بعد دخلت للليسي وبديت هكا نقرا ونحاول انه نكون كيما يحلموا الاولاد الكل في الوقت هذاك انه يا نكون استرونوت ولا بنكيجي ولا معلم ولا هكا الفازات هذوك الكل. من بعد دخلت للفاكولتي دخلت كومبيوس مانال بار اكسيدون كيف كيف خاطر انا حبيت نعمل بوزر مي بابا قال لي ما توصلش هذيك وما عندك وين توصل ومن بعد باش تطلع تصور ولا ماكش باش تعيش بها ما تنجمش الفن في تونس ما يعيش. بون جيتي اوبليجي باش نتبع رايو على خاطر هو كان يصرف علي دونك مشيت عملت كومبيوس مانال حطيك شي للتروزيام اني معناها العام الجاي كيما نقولوا في العام هذاك باش نتخرج اوخ كو مشيت عملت ستاج في المعهد الاعلى للاحصاء بطلت القراية بعد اون فيت دخلت للإدارة نلقى راجل كبير واقف على السيس قلت له راهو أنا ستاجير جديد ما فهمنيش قلت له راهو أنا جاي باش نخدم هنا قال لي باهي برمش أطلع للدوزيام إتاج تلقى مرا أحكي معاها مشيت قعدت أربع سوايع يعني نستنى في المرا هذيك ما جاتش هبطت مشيت روحت وبطلت من نهارتها قلت لي البلاصة هذيا مش نتاعي ما نجمش نقعد في بيرو فوالا ما نجمش نقعد في بيرو على خاطر مش نتاعي معناها مانيش في اربع حيوت ونجي ونقعد نعدي نهاري كامل ومن بعد نروح باغ كونتخ جات الثوره ما نعرفش حاجه باهيه ولا حاجه خايبه بالنسبه لي انا اما جات الثوره اللي خلتني شويه نخرج من السيستم كريمه معناها بعدت على كل ما هو مؤسساتي معناها لا عاد نعترف بالقرايه اللي هي تنجم توصلك لا عاد نعترف انه تنجم تخدم في الاداره التونسيه اللي نشوف فيه معناها حد باش يمشي نجبد ورقه ولا حاجه ما نجمش سي با فاسيل دونك ما نجمش ندخل في السيستم هذايا دونك قررت انه نعمل السيستم نتاعي السيستم نتاعي انه نتعلم حتى كان حاجه ما نجمتش نعملها في بالقرايه بالسيستم تاع القرايه انه نمشي نرجع نقرا من الاول بالكل الحاجه اللي انا نحبها توسكي ولا اوديو فيزويل ولا السيستم هذاك الكل قلت علاش لا نعاود نتعلم اما بطريقه اخرى كيفاش جات فرصه انه مشيت لفرنسا باش نعمل ستاج باش نعمل ستاج مع الانستيتو فرونسي دو كوبيراسيون في الوقت هذاك ولا هو مارس 2012 مشيت ستاج 6 شهور على اساس باش نمشي نخدم كومونيكاسيون ديجيتال في سيت ويب اللي هو ريسبي ماجازين مجلة فرنسوية تهتم بالأقليات العرقية الموجودة في فرنسا سواء لي افريكان لي عرب لي جويف انسي دو سويت عيطوا لي على خاطر نحكي عربي نجم اون بليس نكتب شوية دونك مشيت بحذاهم قعدت بحذاهم شهر قلقت شو نعمل اون فيت انك تقعد نهار كامل على بي سي باش تخدم خدمه تو تريت دي زارتيكل اللي هما كتبوهم تعاود تحطهم على السيت ويب ما سي با باسيونون معناها باش تعدي اوكي باش تعدي جمعه الاولانيه فرحان بالخدمه بعد باش تفد تقلق مشيت لعرفي قلت له نحب نبطل بهم قال لي يا اخي وقت جيت باش تبطل قال لي حاول تزيد تكمل معنا شويه كي ما عجبكش برا ارجع لتونس قلت له ليه سي با كيستيون مش كمل الستاج نتاعي ما كيما نحب انا اون فيت معايا في نفس البيرو فما واحد اسمه لودوفيك فرنساوي عنده اباري فوتو وهو يسميوه الفوتوغراف دو الماجازين نتاعنا اوكي هو موش يعمل في حد شيء عنده اباري فوتو ساعات يضرب تصويره شوف يعديوها ولا لا خاطر هما يشريو التصاور ما عنده عباد اخرين برشا فلوس قلت لهم باهي اوكي اعطيوني الاباري فوتو نتاعو وانا تو نجرب نصور نخرج معاه ونصور بشوي قال
يعني بي يوكي اوكي اخدم خدمه نتاعك الكوتيديان هذاك نتاعك نتاع 3 سوايع ولا 4 سوايع ومن بعديك الوقت الزايد برا نمشي مع لودوفيك اخدم معاه. عجبته الفكره لودوفيك على خاطر ما عادش باش يخدم. دونك وليت انا نمشي ناخذ لابري فوتو نخرج في الشوارع نتاع باريس ونصور. صورت 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 ولميت برشا تصور معناها 3 شهور وانا نصور. وحتى حد ما يجي يقول لي يا وريني الخدمه نتاعك وريني الخدمه نتاعك وريني الخدمه نتاعك. نهار في ريونيون جاء الكادر نتاع الرئيس نتاع المجازين هذايا ريداكتور اون شيف ولا ما نعرفش نسميهم خاطر انا ما كنتش ياسر نركز مع الاسامي. دونك قعدنا وهكا خذيت بيسي حليت حطيت التصاور نتاعي قلت لهم هام التصاور نتاعي راني انا عندي 3 شهور نخدم وفما شيء. اون فيت سي فغي نعمل في حاجه نحبها ما شنو هي الريزولتا من بعد هاش نقول لكم. حطيت برانشيت البي سي نتاعي في الداتا شو كيف ما كي ووريت نتي نصور نوري فيهم في التصاور نوري فيهم في التصاور. اون فيت المجازين العدد الاخراني نتاعها اللي هو عملوه كيما ريكومبونس لي انا على الخدمه نتاعي التصاور نتاعو كلهم انا عملته. اما ما روحتش بالوحده خسرت بها الكل. بعديك اون فيت لودوفيك عمل حاجه اول حاجه يعملها بها في حياته يظهر لي قال لي راه فما اكزامان في روما برا امشي عدي فيه وبالكش مالكش تعمل حاجه تصلح. هو اون فيت مش اكزامان عادي انه يلموا دي فوتوغراف من العالم الكل مده 24 ساعه مدولهم دي زاباري فوتو ولا هما يجيبوا لي زاباري فوتو نتاعهم ويصوروا بوندون كيما نقولوا 8 سوايع ومن بعديك يشوفوا الريزلتا. هيك تتعمل مره في 3 سنين في روما وعلى اساسها يعطيو دي ديبلوم للي فوتوغراف اماتور. عجبتني الفكره. انا في فرنسا روما بالكهرباء معناها تنجم توقف اوتو ستوب ولا تمشي فما كوفواتوراج سيت كيما الفازيت اللي كان يحكي عليهم احمد من قبليك كونتاكتيت كهرباء باش نمشي معاهم اقل سوم اللي هو 5 اورو باش نمشي معاهم من باريس لروما ومن بعد تروح ب 5 اورو اخرى بوندون 24 اور دونك باش تسير كي تبيت. دونك كلمت في كوتش سيرفينغ شكون من واحد من صحابي تلاين قلت له نمشي نجيب بيت بحذاك ومن غدوه نروح قال لي اوكي افيك بليزير اللي انا كنت ابرجيته قبل في باريس. مشيت عملت تصاور في روما وخذيت ديبلوم نتاع فوتوغراف اماتور. بعدها اوكي قلت سي عندي ديبلوم اماتور فوتوغراف في تونس ريكونو في العالم معناها هاي نروح بيه لتونس. كي روحت بيه لتونس قالوا لي وينو ديبلومك نتاع البوزار؟ قلت لهم راهو ما عنديش ديبلوم من البوزار معناها كوم سي انت ما عملت شيء في حياتك. قلت لهم راهو الفن ما تتعلموش ما نجمش نجي نقعد نعلمك كيفاش تصور ولا كيفاش تكتب سيناريو ولا كيفاش تعمل تابلو. صحيح نعلمك لي نوسيون دو باز نتاع الحكايه هذيا ومن بعد انت بينك وبين روحك كان عندك الدون معناها الدون ما تتعلمش يا عندك يا ما عندكش. دونك قررت انه باش نمشي نزيد نتعلم اكثر. خذيت طياره ومشيت لبنان قعدت 4 ايام في لبنان في ايكول دار دو بيروت. الاربع ايام هذمك قابلت فيهم دي بروفيسور وكل شيء قلت لهم خاطر عندي واحد صاحبي لبناني تقابلت انا وياه في باريس بيتو عندي كوتش سيرفينغ بالطبيعة. دونك قابلتو حكيت معاه قلت له راه عندي جام بروبليم انه لو ديبلوم اللي خذيته من روما ما يصلح لشيء في تونس وما تنجم تعمل بيه شيء لا تنجم تاخذ بيه كارتة من نقابة نتاع صحفيين مش نجم تصور في الشارع ولا تنجم تحل بيه حانوت نتاع هذوك اللي يصوروا تصور ولا تنجم تعمل بيه حتى شيء. انا في مخي وقتها انه علاش ليه ما نوليش الباسيون نتاعي هذايا نربح بها فلوس باش نجم نعاون دارنا وهذاك الكل. قال لي
اوكي تنشوفو كيفاش وكونتاكتيني مع دي بروف في بيروت. مشيت غاديك 4 ايام في جونغ دو كونفيرونس تشير كونفيرونس اللي يعرفها سي اون كونفيرونس اللي تلم لي زارتيست والعباد اللي يخمو اوتسايد ذا بوكس في العالم الكل. قابلت مع 4 بروفيت غاديك نتاع ايكول دار في بيروت وقعدنا مع بعضنا 4 ايام كيما نقولوا وركشوب. علموني كيفاش نجم نعلم الاولاد الصغار التصوير. قلت لهم انا راني نحب نتعلم نحب انا نتعلم نصور. قال لي اخطاك من هذاك وتعلم الحاجه هذيا راي انت خاطر باش تتعلم انت دغيغ. اوكي قلت لهم اوكي. تبعتهم في الفازه هذيا وتعلمت كيفاش نعلم الاولاد الصغار يصوروا. روحت لتونس جيت لتونس قلت جيت وقتها دار الشباب نتاع دار الشباب المغاربيه في رادس اللي هي اقدم دار شباب موجوده في الجمهوريه التونسيه. عندهم سنتر كبير نتاع ايدوكاسيون نون فورميل وفازيد حسيت هذوما موجودين على الوراق مي تفعيلهم ما فماش. قلت لهم بيه اوكي اعطيني انا فرصه ما نخلصش ميسالش ما نخلصش بوندون عام اثنين ومن بعديك نشوفوا كان عجبكم الاكسبيريونس كملوها كان ما عجبتكمش بطلوا منها. كملت مشيت قابلت المدير نتاع دار الشباب حكيت انا وياه قال لي اي سي فري وانت يعطيك الصحه وريته خدمتي وريته لي ديبلوم اللي عملتهم وريته حتى لي سيت نتاع لي الفازات اللي مشيت لهم وكل شيء. قال لي اوكي هذا الكل محلاه اما راهو نحنا اداره تونسيه ما نعترفو كان بالمتخرجين من المعهد الاعلى للتنشيط الثقافي والرشنوة نتاع بير البي. قلت له شنو؟ قال لي برا شوف جمعي شوف جمعي شوف جمعي. وقتها بالزهر زاد فما مؤسسه اسمها مؤسسه المورد الثقافي. المؤسسه هذيا شنو تعمل؟ تجيل العشوائيات البلايص اللي مناطق الظل عندنا نحن في العالم العربي وتعمل فيهم تنميه ثقافيه. انهم ما عندهمش حتى كياس ما عندهمش حتى وين يعملوا لي بيزوان اومان نتاعهم. دونك مشيت للبنان مشيت لمصر مع مجموعه من المثقفين الاندر جراوند اللي موجودين في العالم العربي من لبنان من مصر من السودان من سوريا من لبنان فما مغاربه جزيريه. نحن كنا 15 واحد. الهدف نتاعنا انه الاولاد الصغار ولا كيفاش خوه يروح سكران للدار يشد يفشخه بتريحه ولا كيفاش ما عندوش ينجمش يلعب ما عندوش كوره يلعب بها ولا كيفاش ما عندوش وين ينجم يمشي في التواليت نتاعو. هذا كله كي تراهم 3 ايام الاولانيين من بعديك بشويه بشويه انا وحسن امين صاحبي مصري جاي معايا اليوم كيفاش كي تمد الطفل صغير وتشوف الدنيا بعينيه. عملوا تصاور عملوا بالرسمي عملوا تصاور انا ما نجمش نعمل كيفهم حتى لتو. مش على خاطر تعلم في مكتب ولا قرا في لي سي بيلوت ولا ولا قرا في دي دي دي, دي فاكولتي دي غراند ايكول. لا على خاطر بالرسمي عنده دم. وذاك شنو من الحاجات اللي خلتني نكبش اكثر انه لاغ اللي نعمل فيه ولا الحاجة اللي نعمل فيها الباسيون اللي نعمل فيها أنا حلمة بتاعي لازمها تكمل. تكمل كيفاش؟ تكمل إنه بعد كيف بعد ما مشيت لمصر روحت لتونس. روحت لتونس قلت أوكي سي بيان عملت هذي الإكسبيريونس في 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 مصر لازم توا نعملها في تونس. لازم هل لي جون اللي في المحمدية وإلا في سيدي حسين ولا في حي هلال والا في السيده اذا في تونس العاصمه والا في كركر في المهديه والا اللي موجودين في صيادة الاولاد الصغار اللي موجودين في الحنشه في صفاقس والا في جبنيانه. هذوما كل بلايص مشيت عملت فيهم دي زاتوليي دو فوتو. شنو نعمل اون فيت؟ نمشي نكلم واحد من اصحابي في البلاصه هذيا قولوا لم لي 5 صغار بوندون 4 سوايع شوف البلاصه اللي تحب عليها انت
وانا مستعد ندفع، ندفع باش نكري البلاصه، ندفع باش نهزهم من البلاصه اللي هما يسكنوا فيها لبلاصه اخرى، مستعد حتى نعطيهم اذا ما عندهمش باش يجيو يقعدوا بحذايا 8 سوايع، مستعد نمشي نهز نخلص عليهم الفطور باش هكاك نجم نعلمهم حاجه تصلح. في بلاصه اسمها رجيش في المهديه كلمت واحد اسمه محمد كسراوي، بروف متاع تربية تشكيلية في ليسي، عنده كونتاكت مع دار الشباب متاع رجيش. خديت دار الشباب مدة 3 شهور وقعدت مع الولاد الصغار هذوما باش نصوروا حياتهم اليومية هما كيفاش يراوها، ومن بعديك تطور البروجي انه عملنا 5 أفلام، منهم واحد ربح في كومبيتيشن انترناسيونال في التوثيق في سينما توثيق الطفل في بيروت. الحكايه تظهر ما نعرفش تظهر صعيبه ولا تظهر سهله، ما هي سهله ياسر، انك كيتم انه اي واحد ينجم كيتمد له اباري فوتو حتى التليفون صغير ينجم يعمل لك تصويره ال بو شوكي لو موند. تفرجت ديرنييرمون في فيلم اسمه ذا بانك بانك كلوب، نتمنى انه كلكم تتفرجوا فيه. هما دي فوتوغراف 4 فوتوغراف في افريقيا، في جنوب افريقيا، عندهم كلوب، هذوما الاربعه يخرجوا يصوروا ديما مع بعضهم، صوروا بوندون الحرب الاهليه في جنوب. وليت نصور انا في النهار شنو نعمل، صور تصويره نسميها فوتو دجور، نصور تصويره ونحاول انه جلا غارد بور مو باش نهار اخر كي باش نقعد انا وولادي نقول لهم هاو بوكم شنو عمل مده الحياه نتاعو، وان شاء الله ان شاء الله بون ان شاء الله هكا ان شاء الله نوصل انه الباسيون هذيا اللي عندي نوصلها للولاد الصغار. عندي برشا ما نحكي، اما اخترت انه نحكي الحكايه هذيا على خاطر في تونس يقتلونا بالعرق، يقتلونا خاطر ماناش داخلين في السيستيم، على خاطر ما قريناش لا في فاكولتي، ما قريناش في المكاتب نتاعهم بالسيستيم نتاعهم مرديك، بالبروف ما يجيش ومن بعد يعمل غريف يقول لك زيدوني في الشهريه، نتاع اتيديون عمره ما دخل يقرا ونهار اللي بروف يعمل اضراب هو يولي يعمل اضراب شمتها في البروف. دونك دي ليسي شبابك نتاعها مكسره، الطواول نتاعها تزريت. علاش نحكي هكا؟ على خاطر درت شويه كيما احمد البرة وشفت وكومباريت ما بين لي زارتيست اللي موجودين في العالم ولي زارتيست اللي موجودين في تونس. لي زارتيست اللي موجودين في العالم يعملوا لهم اسباس، يقولوا لهم هاو الشارع صوروا فيه. في تركيا مثلا مازلت كي روحت من فيستيفال دو سينما اندر جراوند اللي موجود في اسطنبول، لي بروجيكسيون في الشارع، مش لازم صوت باش تعمل سينما، مش لازم بافلويت وتوقف السيركيلاسيون وتعمل صاله هكا باش تعمل سينما، لا التفو جوست بي سي توال وفيديو بروجيكتور. مش لازمك معرض باش تعمل التصاور نتاعك، انا غدوه كان نعلق تصاوري في الشارع تجي البلديه تنحيهم. في اسطنبول لا، مثلا تنجم عندك شارع نهج حيط تعمل تصويره بفلوسك، ما قلتش اصرفوا عليا، بفلوسي نعمل تصويره نعلقها في الحيط ونخلي الناس تغزر لها. نرد تونس ازين، هذايا مش باش يتصلح على خاطر السيستم نتاعنا بهيم، على خاطر حتى كان انت باش تحب تصلح السيستم البهيم باش يردوك انت البهيم. دونك علي وي 7 دقائق اوكي دونك ميرسي.